جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الآخر: هل تعد الصلاة من الثانية عشرة إلى الواحدة ليلا من قيام الليل الأخير؟ وهل لها أجر مثل أجر القيام قبل الفجر بساعة أو أقل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. قيام الليل ليس له حد محدد من الركعات، بل على المسلم أن يصلي ما تيسر له ويختم ذلك بالوتر. ويجوز قيام الليل في كل الليل من أوله أو وسطه أو آخره، ولكن الأفضل أن يؤخره إلى آخر الليل، إلى الثلث الأخير من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فإذا حضر المسلم هذا الوقت المبارك ودعا ربه واستغفره وتاب إليه وصلى ما تيسر له، فإنه حري أن يحصل على هذا الوعد الكريم من رب العالمين سبحانه وتعالى. وكل ما تأخر قيام الليل إلى الثلث الأخير من الليل إلى قبل طلوع الفجر فهذا أفضل. الثلث الأخير كله سواء شيخ؟ كله سواء، وكل ما تأخر إلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ولده إلى السحر، فكل ما تأخر إلى آخر الليل فهو أفضل، لكن الفضيلة تبدأ من أول ثلث الليل الأخير، من أول ثلث الليل الأخير. كيف يكون حسابه من المغرب إلى الفجر مثلا؟ حسابه من المغرب إلى الفجر يقسم ثلاثة أقسام، المدة التي بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقسم ثلاثة أقسام، والقسم الأخير منها هو الثلث الأخير. نعم.